يا اهلا بيكم مره تانية. طبعا الاهلي عنده مجموعه من البطولات وبالتالي مجموعه من التحديات الفتره اللي جايه ان شاء الله، ما بين افريقيا وكاس مصر وبدايه مسابقه الدوري العام. كمان منتخب مصر عنده مهمه قويه جدا امام ليبيا ان شاء الله الفتره اللي جايه. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا، اسم من الاسماء الثقيله الكبيره في تاريخ النادي الاهلي، كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كريم، اهلا وسهلا بيك وصباح الخير. بونجور يا فندم. وعايزين ندخل دخله. انا بتكلم عربي بس مش فاهم بونجور يعني ايه. برنامج دولي. هندخل دخله يعني مباشره كده، معلش، في هذا التساؤل او الملف. وفكره هنا استبعاد بعض اللعيبه اللي اسمهم كبير جدا، وما بنتكلمش عن لعيبه بس بتنتمي للنادي الاهلي، احنا بنتكلم في العموم. وضم بعض الاسماء الكبيره برضو، ولكن اللي هي كان الى حد كبير مفاجاه للبعض. ففي تساؤلات في الشارع المصري، وفي نفس الوقت اتقال ان القرارات دي لو كانت صدرت من شخص تاني غير كيراش ده كانت الدنيا اتقلبت وما عادتش زي ما بتقال. فخليني اعرف وجهه نظر حضرتك. مظبوط. هو طبعا قرار استبعاد بعض اللاعبين، واحنا نقول تحديدا هو شريف، محمد شريف وقفشه، هو قرار مفاجئ. ومصطفى فتحي برضو يعني. طبعا مصطفى فتحي لعيب كبير ما اقدرش انكر كده، لكن مصطفى الفتره الاخيره عامل موسم كويس جدا مع سموحه، بس ما كانش بينضم للمنتخب كتير. هو صاحب زي ما بتقال الكره المختلفه شويه يعني، بيتميز بده. طبعا. لا هو لعيب مهاري جدا وعامل موسم استثنائي، دي حقيقه. وحقه ينضم للمنتخب. ولكن انا اقصد انه في ناس استبعدت ممكن يكون لظروف ان هي ما بتشاركش دوليا بقالها فتره، مثلا في الماتشات الاخيره زي الجابون وانجولا، الفتره من سنتين ثلاثه مثلا مش مشارك مع المنتخب. فكان في بعض الناس ما فيهمش مفاجات قوي، ممكن هيجي لهم فرص الفتره الجايه. لكن نتكلم شريف وقفشه موضوع مختلف. لكن شريف وقفشه دوري وفي نفس الوقت افضل مهاجم في مصر، وقفشه يعني غني عن التعريف، مظبوط، صانع الالعاب المتميز يعني. مظبوط. الاثنين مش عشان هما منتمين للاهلي، ده حقيقه، وده تساؤل للشارع المصري كله. يعني انا بقف مع ناس كتير وبشوف ناس كتير وبسمع اراء ناس كتير من مختلف الانتماءات، اهلاويه، زملكاويه، اتحادويه، ايا كان، بيتكلموا على الاسمين دول بالتحديد اكتر. ليه؟ لانه اولا محمد شريف هو هداف الدوري المصري، اخر تجربه للمنتخب سواء كانت هي ضعيفه او قويه اللي هي مع ليبيريا هو اللي احرز الهدفين. والمهاجم باي اسلوب بيجيب هدف هو بيبقى مميز، بيعرف يجيب جون، يجيبه بقى برجله، بظهره، براسه، بكتفه، المهم انه بيعرف يجيب جون، ودي عمله بتبقى نادره. طب بالتالي حضرتك شايف ان القرار ده منطقي؟ يعني مرجعيه النوع ده من الامور ايه؟ هل حجم المشاركات مع المنتخب والاحتكاكات الدوليه، ولا حجم الاجاده سواء في بطوله محليه او في غير محليه؟ يعني لما يكون عندك اسمين منورين بالشكل ده وتقريبا الى حد بعيد ما فيش اختلاف كبير في وجهات النظر حواليهم، حتى لو المستوى اتاخر شويه في مباراه او في اثنين، لكن الاداء القوي ثابت، فالمرجعيه بتكون ايه؟ صحيح. السؤال بقى. هو ده السؤال يعني. يعني هرد على سؤالك. انا اتكلمت على شريف وقفشه نفس الشيء. صانع العاب مميز جدا ومن اهم لعيبه في النادي الاهلي وفي المنتخب المصري في الفترات الاخيره. وزي ما انت قلت، حتى لو هو في تراجع نسبي في ادائهم، ما هو برضه منصب على لاعبين اخرين في القايمه اللي متاخده، ما هو مش هم بس اللي لعبوا ماتشات كتيره، ومش هم بس اللي كان عندهم اراده. هي المرجعيه هتبقى مرجعيه عند كروش، يعني مش مرجعيه عند كل الناس. ليه؟ لان هو المدير الفني في النهايه، هو اللي بيتحاسب، وهو اللي احنا هنقيمه في مباراتين ليبيا او وبعد كده، فهو اختياراته هيتحاسب عليه بعد كده. بس احنا بنتساءل، بيبتدي من التشكيل اللي هو حاطه. لكن احنا بنتساءل ايه هي المرجعيه. عشان كده انا قلت لك انه مع احترامي الكامل طبعا مصطفى لعيب كبير جدا، مصطفى فتحي، وعامل موسم استثنائي، بس ممكن اجي اقول ايه، مصطفى الفتره الاخيره ما بيلعبش بصفه رسميه في المنتخب يعني كاساسي، يعني بقاله كان فترة طويلة ما بيتضمش كتير، يعني عنده مبررات منطقية إلى حد ما. وفي آخرين استبعدوا، يا إما
لسه أول مرحلة ليهم زي مهند لاشين وأحمد سمير، ودول ما مش كتير بينضموا للمنتخب، فممكن هيبقى صعب عليهم دلوقتي إنه يلعبوا في مباراة زي ليبيا على طول، مباراة حاسمة للتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم. فالشريف وقفشة عندهم كل المرجعية اللي مفروض واحد يرجع لها، عدد ماتشات دولية لعبه، آخر ماتشات دولية مع المنتخب المصري مع حسام البدري كانوا في التشكيل طبعا الأساسي، أدائهم في طوال السنتين ثلاثة مع النادي الأهلي وفي إفريقيا وفي كأس العالم ومع المنتخب جيد، حتى لو في المباريات الأخيرة شوية قلنا تعب أو إرهاق. فهي دي اللي كانت مستغربة قوي، لكن الطبيعي أنه هيرجعوا، أنا متأكد من دوت مع مستر كروش لما يعرف الكرة المصرية ويتعايش. أصو ساعات المدير ما هو معاهم جهاز معاون يعني ما. على دراية يعني كاملة برضو أكيد طبعا كابتن ضياء مدرب كبير ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعة، تدبير إيه أو يعني حتى لو هو معاه مساعدين مصريين أكيد بيقولوا وجهات نظرهم تمام. أكيد يعني الواحد يشتغل مع مدربين أجانب أو مصريين وعارف، واشتغلت لوحدي وعارف قراره في النهاية أكيد. هي دي بقى القرار في النهاية بيرجع له، أنا ممكن أقول له واقول له ان مثلا لعيب مهم او دول لعيبه مهمه ونخليهم حتى لو في من وجهه النظر انك مش هيلعبوا كبدايه اساسيين ولكن ممكن نحتاجهم، اكيد كل الكلام ده اتقال له انا متاكد، بس هي في النهايه هو بيبقى عنده رؤيه وان كانت سريعه لانه هو كل اللي حضروا في مصر اسبوع ولا حاجه، واكيد شاف ماتشين ثلاثه من ماتشات المنتخب، لانه اي مدير فني بيجي على فريق جديد سواء منتخب او نادي بيشوف الماتشات الاخيره. طبعا هو عنده خبره كبيره مع المنتخبات برضه. لا بيشوف الماتشات الاخيره اللي اتلعبت للمنتخب أكيد. هو حضر ماتش مثلا الجيش والاهلي، حضر مباراه، اكيد شاف مباراه انبي والاهلي، شاف بعض المباريات، ولكن تقييمه مش هيبقى مش كفاية، لأنه في لعيبة ساعة المباريات الرسمية بيبقوا أفضل كتير ما بيشوفهم في مباراة ودية أو تدريب. ما هو ممكن يكون أحيانا بتتخدع إنك مثلا حد شده في مباراة ليبيريا مثلا من اللعيبة اللي ضمها وهي ما عندهاش خبرة، لأن في برضو لعيبة اتضمت خبرتها قليلة في المجموعة اللي جاية، في مثلا واحد زي عمر مرموش طبعا لعيب كويس وكل حاجة، أنا ما شفتوش كتير لكن محترف دلوقتي، بس ما انضمش قبل كده خالص للمنتخب المصري، ما بنقولش إنه هو ما ينضمش، ولكن برضو علامة استفهام إنه أول مرة يعني أنت صحيح. جاي أول مرة على ماتش رسمي مهم زي المنتخب الليبي، ماتشين ورا بعض في 4 أيام، فدي وجهة نظرنا احنا. هو ده اصلا في حد ذاته منطقي، يعني هو منتخب مصر المفروض يكون عرضه للصدفه، ولا اي درجه المدرب الجديد موفق في اختياراته علما بان هو ما عادش اكتر من اسبوع، فبالتالي ما شافش كم كافي من المباريات. لا لا، هو برضو في نقطه يعني برضو عشان نبقى منصفين فيها، هو تكوين المنتخب بنسبه 90% متواجد، يعني لو انت جيت شفت مثلا المنتخب اللي كان القوام اللي كان مع الكابتن حسام البدري ومع اللي اختاره مستر كروش، هتلاقي مثلا 90% من القوام او 85% من القوام موجود، هو اللي عشان كده انا قلت لك بقيه العناصر اللي استبعدت مش هي قليله ولا حاجه، ولكن ممكن عدم خبره دوليه، ممكن اول مره ينضموا فما كانش فيها مشكله، هي كل المشكله في الفردين دولت، حتى لو هيقعدوا على مستوى الاحتياط يعني حتى لو مش هيبتدوا، لانه انت لو جيت شفت شكل المنتخب في عناصر شبه أساسية في المنتخب بقالها 3-4 سنين، سواء بتلعب في كاس عالم أمم إفريقيا معظمها عنده خبرات زي الشناوي زي حجازي زي الونش زي أيمن أشرف زي دلوقتي في الآخر أكرم توفيق، وهو ضم أحمد فتحي في نص الملعب طارق حامد والسولية وحمدي فتحي والنني أيوة قدام صلاح، بقى الكارتين الرابحين بقى يحصل معهم، ما هي دي النقطة، ما أنا بقول لك الناس اللي بتخلص قدام صلاح في مصطفى محمد. طب معلش، ما هو في تساؤلات لضم بعض الأشخاص. طب احنا عندنا ضم 4 حراس مرمى، علامة استفهام. ياسر إبراهيم ليس تقليلا أبدا، نجم كبير، ولكن في تساؤلات برضو،
زي ما حضرتك ذكرت واحمد فتحي، ما هو ده اللي احنا عايزين بس نفهمه. يعني على فكره في الاول في الاخر احنا لازم هنتمنى كل التوفيق طبعاً للجهاز طبعاً وللمنتخب، واحنا مساندينه واحنا عندنا امال، ولكن احنا بنتساءل، او خلينا نقول بمعنى تاني احنا بنعرض يعني راي الشارع في التساؤلات لحضراتكم عشان نفهم. ما هو انا معاكي، متفق معاك تماما، عشان كده انا قلت لك اللغط الكبير جه في الاسمين دولت. حتى لو هو هيضم بعض الناس مش من وجهه نظرنا مش هم الافضل، لكن النسبه هتلاقيها قليله. يعني عشان كده انا قلت القوام، بقول لكريم دلوقتي انه القوام هتلاقي 90% هو القوام. يعني انت لما هتيجي تلاقي البدايه بتاعت مباراه ليبيا هتلاقي تقريبا هم معظمهم اللي كان بيلعب مع عصام البدري. بس في ديفنس اكتر برضو كابتن عرابي، ولا تختلف معايا؟ لا هو يعني كل مركز دي دفاعيه اكتر. لا هو كل مركز تقريبا واخد فيه اتنين. يعني هو يعني لما نيجي نتكلم هو واخد احمد فتحي واكرم ناحيه اليمين، واخد اربع قلب دفاع، اربع قلب حجازي وياسر وايمن اشرف وباهر والونش، بس طبعا ايمن بيحسبه كمان احيانا على الظهير الايسر مع احمد ابو فتوح. حاطط اربعه في وسط الملعب المدافعين اللي هم حمدي والسوليه والنني وطارق حامد والسوليه والنني وحمدي ايوه وعبد الله وابراهيم عادل، وقدام في صلاح، في رمضان، في زيزو، في مصطفى محمد، في احمد حسن كوكا، في عمر مرموش. لكن زي ما قلنا ان دولت كانوا مهمين حتى لو مش في البدايه، يعني كانوا عنصرين مهمين من وجهه نظرنا، واعتقد من وجهه نظر معظم الشارع المصري. فهو اكيد مع الوقت هيبتدي يفهم مين اللي يقدر يلعب دولي في المنتخب او لا او كده. مع الوقت الوقت ده هيكون من ضمنه مباريات العالم هيحصل فيها ايه. وبالمناسبه يعني عادة لما يكون في أي منتخب بيشارك أو بيستعد للمشاركة في كأس العالم، عادة بينتقي الفرق اللي يلعب معاها مباريات ودية كفرق قوية وليها اسم وليها ثقل و طبعا مع الاحترام الكامل للفريق الليبي وللمنتخب ليبيا، برضو ناس محترمين وفريق منتخب محترم وليه تقله إلى حد ما، بس في فرق أقوى. مش الأوقع إن احنا نلاعب فرق أقوى عشان نحسن الاستعداد والتجهيز لبطوله كبيره زي كاس العالم؟ هو لعب طبعا مع ليبيريا فريق في يعني مستوى ممكن الرابع في افريقيا، ولكن هو ممكن احيانا كاول مره عايز يشوف المنتخب، هو ده كان المنتخب المتاح ليه، ما لحقش يتفق مع منتخبات من المستوى الثاني مثلا او الاول في افريقيا او حتى في فرق أوروبية ما بتكون محجوزة أو عندها ظروف الدوري بتاعها فما بيقدرش يجي لعبتهم، أو حتى أمريكا الجنوبية أو كده. فهو لقى المنتخب الليبيري، فهي تجربة كانت فعلا ضعيفة، ولكن هو كمدير فني جديد عايز بس يشوف ملامح من اللعيبة اللي هو اختارها، حتى يعني الرؤية في الفيديو رؤيته في الفيديو بتبقى غير لما بيحس بيه في الملعب قدامه، ويخش معاهم كمان سريعا في الكلام والمحاضرات فدي عادية ان هو يبتدي بمنتخب ضعيف زي المنتخب الليبيري، ولكن كان ممكن حتى ما يعملش مباراة، بس هو عملها عشان هو لسه جاي وعايز يستكشف بعض الحاجات. فهو طبعا نتمنى له التوفيق، لانه المنتخب الليبي منتخب صعب، متصدر المجموعه بتاعتنا كسب ماتشين انجولا والجابون، وحتى لو انت بتلعب منتخب اقل من المنتخب الليبي وجات له الفرصه دي انه لو كسب منتخب مصر هيبقى عنده حظوظه كبيره جدا ان يتاهل، هيعمل اقصى ما عنده طبعا. لكن المنتخب الليبي منتخب محترم والماتشين معاه مش هيبقوا سهلين ابدا، ولذلك احنا زي ما نهاوند قالت ان احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري وكلنا معاه، ولكن هو فعلا التساؤل بتاع شريف وقفشه وتالتهم طبعا مصطفى فتحي، وانا قلت السبب ان انا مش يعني مش بقلل من مصطفى، مصطفى لعيب كبير جدا، ولكن ان دولت كانوا بيلعبوا الفترات الاخيره مع المنتخب
كان يعني فيها علامه استفهام شويه من وجهه نظرنا احنا، لكن هنشوف والله من وجهه نظر الشارع المصري. الشارع المصري يعني خليني اقول لحضرتك كمان يعني قفشه كان فرحه قريب ومأجله، بس هو ان شاء الله في اكتوبر يعني عشان منتخب، فيعني هي كانت مفاجاه. هي كانت مفاجاه للجميع مش بس للعيبه. دي نقطه حقيقيه. طيب خلينا نروح للسيناريو الاوحش عشان نفهم بعد كده، لو لا قدر الله المنتخب خسر من ليبيا مع كيروش، هل الوضع هيبقى بقى فيه تذمر؟ يعني القرارات اللي انا كنت لسه بتكلم انا وحضرتك وكريم فيها دي، لو كانت اتخذت وهعيد كلامي تاني من اي شخص اخر غير كيروش، كانت فعلا الدنيا هتقوم. لكن في الى حد ما اعتراض، ولكن في ترقب. ايه اللي هيحصل لو حصل نتيجه مش محبذه؟ هيحصل ايه ساعتها بقى؟ الوضع بتقراه ازاي؟ يعني اولا انا معاكي، لو كان اللي ماسك مدرب مصري، يعني لو افترض انه كان حسام البدري مثلا، يوه ده ما كانش هينام دقيقه، يعني كان هيتقال كلام كتير جدا. واعتقد ما كانش هياخد القرار كان ده اصلا هو. لا ما كانش ياخد القرار ده، صعب. ما كانش هياخده. لا ما كانش هياخده. لو كان مثلا مدرب من نادي الزمالك او من نادي اخر، كان هيقول لك ده اصله مش اهلاوي او العكس، هيجيبوا له اي اسباب. لكن كروش الناس يعني زي ما انت تقولي بتنتقد بحذر شويه عشان هو لسه جاي. ايوه يعني بس الناس بتقول له ان الناس دول كانوا مهمين او من الناس المهمه في المنتخب. لكن هنشوف بقى اللي هيحصل ايه. طبعا نتمنى له كل توفيق، وان شاء الله يكسب الماتشين او على الاقل يتعادل مباراه، ويكسب هنا في مصر ويتعادل في ليبيا، عشان نبقى احنا لنا الحظوظ المرحله الثانيه. ولكن طبعا في حالة الخسارة الموقف هيبقى مش سهل يعني. جدا جدا بصراحة. فاصل سريع وكلامنا لسه مخلصش مع كابتن عرابي، هنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم عودة مرة ثانية. معلش العملية في بيتها ما رحناش بعيد، ما فيش حد غريب. بنرحب بحضراتكم مرة ثانية عودة من جديد ل 10 الصبح في الأهلي. وطبعا رجعنا بقى عشان نكمل كلامنا مع كابتن أسامة عرابي، وهنروح بقى من المنتخب للأهلي، هنروح من كيروش لموسيماني. نبتدي بقى بايه فيما يتعلق بالاهلي؟ هل باستعدادات الاهلي لخوض بقى مجموعه من التحديات الفتره الجايه؟ احنا عندنا بدايه موسم الدوري، عندنا افريقيا، عندنا كاس مصر، حضرتك شايف الصوره ازاي؟ طبعا الموسم اللي فات انتهى بحلو ومر، وكسبنا حاجات كتيره، ومنها طبعا اول حاجه البطوله اللي الناس كانت متعطشه ليها جدا، بطوله افريقيا مرتين في زمن قليل اللي هم التاسعه والعاشره. خسرنا الدوري والسوبر، لكن ده وارد في كرة القدم في كل أندية العالم، وحتى احنا هنا في تاريخنا بيحصل لنا. فخلاص الموسم انتهى حلو، ويعني بالحاجات الكويسة والحاجات الوحشة انت بتستعد للموسم الجديد. أضفت صفقات مميزة للفرقة، وفي معارين رجعوا برضو، وفي معارين رجعوا يعني زي عمار وأحمد عبد القادر، برضو إضافة جيدة جدا. الأربعة اللي انت ضفتهم كريم وحسام حسن ومكسوني، مكسوني لعب آخر في ابتدى يمكن في مباراة الجيش كان متوتر شوية، في مباراة إنبي كان أفضل كتير، يعني ابتدت ملامح تبان لي في مباراة إنبي اللي كسبناها. فالعناصر دي برضو إضافة مع المجموعة القديمة، فده كانت أول حاجة في الاستعداد. هتبتدي بقى تخش على مباراة افريقيا في التصفيات، في البدايه النيجر، النيجر نص اكتوبر يعني ان شاء الله. يعني طبعا يعني فرق الخبرات كبير جدا، لكن ده مش العامل الوحيد. لكن اتصور ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يعدي المرحله ديت، ويدخل بقى دوري المجموعات والمعمعه الكبيره اللي بتكون فيه، والمحافظه على اللقب. عندك كاس مصر، وصلت انت للدور الثمانيه، برضو بطولة مهمة، ماتشين تقدر تاخد فيهم بطولة. طبعا هتبقى إنجاز برضو للجاز، والحاجة هتفرح جماهير الأهلي. عندك الدوري العام بقى، الاستعداد للموسم الجديد، الموسم الطويل، لأنه حتى الآن الاتحاد المصري احنا مش عارفين يعني هيعمل شكل الدوري ازاي، وإن كان الاتجاه الأكبر خلاص انه هيبقى دوري زي ما هو طبيعي، 18 فرقه يلعبوا 34 اسبوع، يعني كل فرقه تلعب الثانيه. ده بدايه من اخر الشهر بيتهيألي، صح؟ تقريبا 25 اكتوبر، حاجه زي كده. لانه كان في تصورات كانت
انا في تصوري يمكن في ناس مختلفه معايا في الراي، كانت تجيب الكره المصريه ورا جدا وهتضعف الدوري المصري جدا. كانوا بيفكروا ان يعملوا دوري بمجموعه واحده وبعدين مش عارف 10 فرق ينقسموا. والله غيروا الشكل الكلاسيكي للدوري. الكلام اللي بيتقال خلاص انه هيرجعوا للشكل الكلاسيكي، وقالوا مره مجموعتين والكلام ده يعني عفى عليه الزمن بقى. يعني خلاص كده انت بتضعف المنتج بتاعك اللي هو الدوري العام اللي معروف ان هو والدوري السعودي افضل دوريين في الوطن العربي، وبالنسبه لنا احنا في افريقيا اقوى دوري الدوري المصري، وعايزين نطور فيه مش نرجعه لورا. هنقول بقى مجموعتين ودوري من دور واحد اصل زحمه، وبعدين كل مره نرجع لنفس الكلمه يتقال موسم استثنائي بقى لنا 20 25 30 سنه نقعد في نغمه الموسم ده بس اصل موسم استثنائي، الموسم ده بس اصل موسم استثنائي، اصل الموسم ده نعديه اصل موسم استثنائي. فاتمنى ان شاء الله ان نستقر على انه يبقى مجموعه واحده ودوري رايح جاي، يعني تلعب ذهاب واياب، لان هو ده الدوري الطبيعي في العالم كله وهو ده مسمى الدوري. هتعمل اي حاجه غير كده يبقى مش دوري. فان شاء الله نتمنى انه فالاستعداد للدوري ده مهم جدا بالنسبه للمستر موسيماني والجهاز، يعني لان احنا خسرين السنه دي. فكل دي حاجات مهمه، في طبعا لعيبه استبعدت من القايمه وده طبيعي برضو، كل بدايه موسم ده بيحصل، بتضيف ناس بتستبعد ناس، ده طبيعي يعني عشناه كلنا. فان شاء الله نعمل موسم كويس باذن الله. عشان باذن الله نعمل موسم كويس لازم نبدا نقرا كده افكار يعني المدير الفني تحديدا وكمان الجهاز المعاون. موسيماني الى حد ما البعض بيرى ان هو بيفاجئ بالتشكيل الجميع، يعني اوقات بيصر على تشكيل معين، بيتكلم ان هو عايز يحفظ اللعيبه المراكز بتاعتهم، هو ليه فكر معين. ولكن في الاول وفي الاخر انا راح اتكلم عن الجمهور. الجمهور يعني ان هو يكسب، مش مهمة خالص أي تفاصيل تانية غير إن هو يحصد البطولات اللي هو متعود عليها في تاريخ الأهلي كله يعني منذ الإنشاء. فإحنا بنتكلم عن خسارة دوري وسوبر، ولسه بنتكلم إن شاء الله في أمل كبير جدا في الكاس وموسم جديد عندك. فأدخل بفكر إزاي؟ أدخل بثقافة إزاي؟ البعض الآخر برضو خليني أنقل لحضرتك قبل ما أديك يعني فرصة الإجابة، بيتقال إن إحنا محتاجين تأهيل نفسي أصلا قبل الموسم الجديد للعيبة، علشان اللعيبة عندهم البعض بيرى تشبع من البطولات وده انعكاساته وحشه جدا على الملعب. فتتفق او تختلف كابتن وراء؟ يعني انا هاخد من اخر الكلام انه تشبع البطولات. اولا النادي الاهلي مش اول سنه يكسب فيها، يعني النادي الاهلي طول عمره من ساعه ما انشئ والدوري العام والكاس اتلعبوا وبعد كده دخلنا في افريقيا في السبعينات والثمانينات، النادي الاهلي تاريخه مكاسب يعني على طول يعني او معظمها يعني. ولذلك احنا لما نقول مثلا العشره، ما هو الجيل ده وصل للعشره وفي جيل ابتدى بالاولى صح، اللي هم بتوع 82 وفي ناس في الوسط. فالنادي الاهلي البطولات مستمره وبيكبر بجيل ورا جيل يعني. فموضوع التشبع ده مرفوض في النادي الاهلي. وهل شايف الروح دي موجوده اصلا؟ لا انا مش شايفها موجوده. هو الفكره ان الموسم كان طويل شويه واللعيبه جت في الاخر كان بقى في ارهاق، وبالذات اللعيبه اللي بتلعب كمان دولي لانه بيلعب مع المنتخب، بيلعب طبعا مع النادي الاهلي في افريقيا. الدوري اتاجل كتير لما رحنا انديه كاس العالم واتاجلت علينا ماتشات كتيره، واحنا بنلعب في افريقيا اتاجلت علينا ماتشات. فاللعيبه اتضغطت الفتره اللي هي في نهايه الدوري حوالي مثلا 8 9 ماتشات الاخيره في اقل من شهر، فده بيعمل ارهاق. فهو الناس بتتخيل ان ده تشبع، ده تشبع بتترجم غلط يعني. احساسهم ان اللاعب مش قادر يطلع اقصى ما عنده، هم فاهمين ان ده تشبع. لا ده مش تشبع، هو اللاعب مش قادر لانه مش آلة، وحتى الآلة بتستريح بيبقى في وقت عايز جسمه يرتاح ياخد اجازه، يبقى في فتره عدم لعب مباريات مضغوطه عشان يستعيد نشاطه تاني. زي ما الواحد كده بيبقى تعبان وبينام، لو ما نامش يوم تاني يوم مثلا يحس انه مكسر. طب ما احنا شويه كده وهنرجع نقول نفس الكلام تاني يا كابتن اسامه، بس بقى انت عندك نفس المعضله هتتكرر تاني، ومشاركه النادي الاهلي بحكم انه قدريا بيشارك في كل البطولات الاقليميه والعالميه المتاحه. ما هو ده هنرجع نقول نفس الكلام تاني. انت كلامك كده مظبوط، السؤال ده جميل جدا. ما هو انا بس فسرت الاول ليه، انا بس بقول مش تشبع، لكن انا بقول ايه في حلول. أيوة. ما هو حلول ايه؟ اولا
لابد انك كل اللعيبه اللي بتبقى موجوده تبقى جاهزه تماما، انك لما يغيب عنك 2 3 4 سواء في المنتخب او غيره ان يبقوا جاهزين ان يقدروا يلعبوا ويشيلوا اسم الفانيلا الحمراء. فعشان كده الاختيارات بتبقى مهمه جدا طبعا. اختيارات القايمه طبعا. ما انا ما جيش صحيح في اساسي واحتياطي ومن جيلنا واللي قبلينا واللي بعدينا في محمد صلاح وفي واحد تاني في ليفربول مش محمد صلاح، في قفشه وشريف وفي واحد تاني في الفرقه مش قفشه وشريف، وهكذا كل الفرق العالم كده. ولكن على الاقل لازم يبقى المستوى متقارب، ما احسش بدروب قوي لما واحد او اتنين او تلاتة يغيبوا. فعشان كده اختيار القايمه بيبقى مهم. انت عندك قايمه 30 وبعدين زودنا الاتحاد، يعني زود، مش انا بكلم على الاتحاد، زود 5 اللي هم من الناشئين انه يتأيدوا، فانت عندك 35 لاعب يعني. فلازم تكون مجهز كل الناس، دي واحده. لازم المدير الفني يخلق دوافع تملي جديده للاعيبه، ازاي يخرجهم من الحاجات دي، هو بقى نفسه ازاي يدير المباريات باللي احنا بنقول عليه التبادل بين اللعيبه، يعني انه امتى يريح فلان وامتى يلاعب فلان عشان ما يرهقش. دي بقى هو والجهاز، لانه مش هو لوحده، هو مدرب الاحمال والجهاز كله، بازاي يدور اللعيبه. ففي حاجات انت بتحاول تخرج من جزئيه التعب والارهاق. ولكن خلينا منطقيين، في الكره المصريه اكتر ناس هتبقى تعبانه اللي هم لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك دلوقتي شويه الى حد ما، بيراميدز او اللي بيخش في بطولات افريقيه ولاعيبه كتير عنده في المنتخب. لما دول تقريبا دلوقتي انت لما تشوف القايمه اللي مختارها مستر كروش هتلاقيها منقسمه، لعيبه اهلي، لعيبه زمالك، لعيبه بيراميدز، محترفين، وهتلاقي عنصر او عنصرين او ثلاثه من كل انديه مصر. وعلى استحياء. بس هي دي مش غريبه، هقول لك ليه مش غريبه. لانه اللعيبه المميزه في معظم الانديه دي في السنين الاخيره هي بتلاقيها بتروح الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني ما انت لو جيت لفرقه الاهلي هتلاقيها فيها كذا لاعب من الانديه الاخرى، لو رحت للزمالك هتلاقيه في كذا لاعب كان في الانديه الاخرى، بيراميدز نفس الشيء، لان هم اقوى ثلاث انديه، هم اللي بيلعبوا افريقيا كتير، هم اللي عندهم خبرات اكتر، فده منطقي. يعني مع مستر كروش او غير مستر كروش هيبقى ده المنطقي، انه الاغلب هيبقى في الاربع كتل دول، اهلي، زمالك، ثالثهم بيراميدز، وقبليهم طبعا كلهم اللي هم المحترفين المميزين عندنا. فهم دول اكتر ناس بالنسبه للي انا بتكلم عن اللي هم في الدوري المصري، دول اللي بيتعبوا، انه عدد ماتشاتهم كتير قوي، وكمان مش بس عدد ماتشاتهم، مضغوطين عصبيا، وبالذات الاهلي طبعا نمره واحد، والزمالك كمان، انه مطلوب من البطوله. انت المفروض تلعب الدوري تاخد البطوله، المفروض تلعب الكاس تاخد البطوله، السوبر تاخد الصوره تاخد البطوله، تلعب انديه كاس العالم على الاقلها تطلع ثالث. ما يعني حتى الناس دلوقتي ما بقتش ترضى، يعني هي فرحه المركز الثالث البطوله اللي فاتت، بس هي نفسها تروح للمباراه النهائيه جمهور الاهلي يعني. طبعا اكيد. فانت مطالب، فمضغوط على طول، سواء جهاز، سواء اداره، سواء لاعبين. بس ده بقاله كام سنه كابتن عرابي؟ يعني احنا بنتكلم ده فعلا الواقع، بس بقاله كام سنه من وجهه نظر حضرتك هذا الضغط في تزايد مستمر؟ بقالنا قد ايه؟ السنين الاخيره عامه، يعني بنتكلم في 3 4 سنين مثلا، 5 6 سنين مثلا. ليه؟ لانه هو طول عمرها موجوده، ولكن عدد الماتشات كل يوم عن يوم بيزيد. وانا دي نقطه يمكن حتى مختلف معاها مع الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الافريقي واي اتحاد قاري الاول. ليه؟ لان الكوره من كتر ما بقت صناعه وبتكسب فلوس، بيفكروا تجاره طبعا، صناعه وتجاره، بيفكروا في المكاسب الماديه بطريقه غير طبيعيه. حتى في لعيبه عالميين ابتدوا يتكلموا في النقطه دي، الـ عدد الماتشات كتر في العالم بطريقه غير طبيعيه، ما بتديش راحه كويسه للعيبه. يعني انت بتيجي تتكلم على كاس العالم، احنا لما كنا بنعرف كاس العالم زمان كان 16 فريق، 4 مجموعات، وبيطلعوا دور الثمانيه، وبعدين يطلعوا يعني من المجموعه ال 16 لل 8 للنهائي في 5 6 ماتشات وخلاص. دلوقتي
ابتدوا عايزين يوصلوا دلوقتي 32 فريق وبيفكروا يخلوه 48 فريق، يعني هيدخلوا العالم كله حتى يقللوا متعه الكوره. كده البطوله تقعد لها 6 اشهر للانديه، انديه العالم في 3 او 4 انديه بس اللي بتشارك دلوقتي، عايزين يخلوا بطوله انديه العالم 24 فريق، قاعدين يزودوا عدد الماتشات. هنا الاتحاد الافريقي بطوله الامم الافريقيه كل سنتين، كاس العالم كل 4 سنين، بطوله اوروبا كل 4 سنين. الامم الافريقيه بتتورطي انك بيجي لك سنه بتلعبي كاس عالم وامم افريقيا والتصفيات بتاعتهم طبعا قبليها، فبيجوا مع بعض. أنا فلازم الامم الافريقيه تبقى كل 4 سنوات. انا عندي لحضرتك خبر حزين يؤسفني انا ونهواد ان احنا نقاطع استرسال حضرتك، بس احنا للاسف وقتنا المتاح انتهى، يعني يا دوب نلحق نشكرك جزيلا. لا بس النقطه فعلا يعني واضحه برضو من حضرتك ومهمه كابتن عرابي حقيقي، لان في الاول وفي الاخر ما اقدرش الوم اللعيبه، ما اقدرش الوم الجهاز الفني، وما اقدرش الوم غير يعني السيستم في الاول وفي الاخر هو اللي بيضع الوضع او بيخلي الوضع بهذا الشكل يعني. طبعا، لكن هم بيحاولوا يعني خير نظبط نفسنا على 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 النظام بتاعنا. نورتنا يا كابتن عرابي، شكرا لحضرتك جدا، شكرا لحضراتكم على متابعتنا. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء، وعشر الصبح في الأهلي.